حقيقة حابة أشكر جميع جميع العاملين في وكالة الفضاء السعودية على مجهوداتهم الصراحة. حابة ما ما عندي ما عندي أسماء ولكن حابة أشكر الجميع، حابة أشكر زملائي لأنه فعلا يعني وجودهم وجودهم مع وجودهم وإنجازهم العظيم اللي عملوه هذا، هذا هذا دليل على إنه إحنا كسعوديين نحلم ونحقق، فما عندي إلا إلا هذا اللي شكرا حتفين. جزيلا لك